طلبت prep 2 هكمل lesson 10 solving equations an inequality of first degree non variable in real number r. اول هناخد solving equations of first degree of unknown in r. first degree يعني x بس او y بس او a بس، يعني الباور 1. وده درس سهل يعتبر ريفيو اللي احنا خدناه قبل كده. على سبيل المثال x plus 5 equal 0، هنحط ال plus 5 الناحية التانية تبقى x equal minus 5. يبقى السوليوشن الست بتاعتنا minus 5 open set اللي هو minus 5. هناخد another example 2x minus 3 equal 4. 2x minus 3 equal 4. يبقى 2x بتساوي، هتحط minus 3 الناحية التانية تبقى plus 3 تبقى 7. يبقى 2x equal 7. يبقى x تساوي 7 over 2، يعني كأننا divided both sides by 2. يبقى x equal 7 over 2. يبقى solution 6 بتاعنا open set 7 over 2. another example x minus square root of 5 تساوي 1، هيبقى x equal minus square root of 5 هتروح الناحية التانية بلس، هتبقى بلس. يبقى x بتساوي 1 plus square root of 5. يبقى السوليوشن 6 بتاعنا 1 plus square root of 5. من التلات أمثلة اللي فاتوا دول كانوا عن equations. دلوقتي equations في حالة inequality، على سبيل المثال 2x less than 5، هيبقى x undivided over 2، يبقى x less than 5 over 2. يبقى solution set عندنا x where x تنتمي للير نمبر r و x اقل من less than 5 over 2 اللي هي 2.5 اللي هي 2.5. بنعبر عنها في الانترفال ازاي؟ هي x اقل من 5 over 2 يعني ممتدة من ناقص ما لا لغاية الاتنين ونص اللي هي الفايف اوفر تو. ما دام ناقص ما لا نهاية هنحط هنا ناقص ما لا نهاية وهنبقى هنا اوبن، ونحط فايف اوفر تو هنا اهو الاكبر فايف اوفر تو، وما دام ما فيش ايكوال هنا هنحط هنا اوبن. نيجي نمثل الخط، الكلام ده على خط الاعداد بيساوي ايه؟ فايف اوفر تو اهي اللي هي بعد الاتنين، ما دام هي نوت ايكوال less than بس هتبقى open، ومن ممتد لغاية ناقص ما لا نهاية. كل ده يحقق لك ال inequality دي، ان هي x less than 5 over 2. هناخد another example find in r in layer number the solution set of the following inequality 2x plus 6 less than 2. 2x plus 6 less than 2. 6 هتروح الناحية التانية ب minus 6، يبقى 2 minus 6 هتبقى minus 4، يبقى 2x less than minus 4 divided by 2 هتبقى x minus 4 divided by 2 اللي هي minus 2، يبقى x less than minus 2. يبقى مبادية من ناقص اتنين لغاية ناقص انفينيتي. مادام هنا مفيش ايكواليتي هنحط لها اوبن، يبقى ناقص اتنين. ممتدة من ناقص ما لا نهاية، الناقص ما لا نهاية دايما تبقى اوبن براكت. يبقى ده السوليوشن ست في الانترفال. السوليوشن ست في الديسكريبشن ميثودز x هو x ب
belongs to R, to real number, و X less than minus 2. يعني minus 3, minus 4, minus 5, لغاية minus ما لا نهاية. Example, find in R solution set of the following inequality. 5 minus 4x less than or equal minus 3. هنا الاختلاف الوحيد ان هنا في minus 4. في الحالة دي احنا بنتعامل معاها بشكل معين. بنضرب all sides في minus 1. يبقى less than ده هيتقلب يبقى greater than or equal. minus 1 في 5 و minus 5. minus 1 في minus 4 ب 4x. minus 1 في minus 3 ب 3. يعني ضربنا both sides في ناقص 1. هنعيدها تاني. minus 1 في 5 ب minus 5. minus 4x times minus 1 ب 4x positive. الماينس 3 تايمز الماينس 1 بوزيتيف 3 والليس ذان اور ايكوال تتقلب لجريتر ذان اور ايكوال. طالما ضربت في ماينس اشاره الانيكواليتي دي بتشينج. الليس ذان تبقى جريتر ذان, الجريتر ذان يبقى ليس ذان اند سو اون. الاشاره بتتقلب. يبقى 4x minus 5 equal 3. minus 5 هتروح النهاية تبقى 8. يبقى 4x greater than 8 divided by 4. يبقى x greater than 8 over 2 اللي هي 2 over 4 اللي هي 2. يبقى x greater than 2. solution set بكام؟ طالما في equal هنا هيبقى 2 ويبقى closed. greater than 2 يعني من 2 لغاية infinity. وطالما هي الكبيرة بتاعتنا الانفينيتي وطالما فيها infinity يبقى دايما هنا يبقى open وهنا close لان هنا equal. مثل الكلام ده لخط الاعداد ازاي. ادي 0 ده ال 1 وده ال 2. greater than 2 يبقى من هنا لغاية positive infinity. هناخد another example. find in R the solution set of the following inequality. minus 3 less than 2x minus 1 less than or equal 5. هن adding 1 to all sides عشان نطير الواحد اللي جنب الاثنين x دي. هتبقى دي و plus 1 تبقى 6. minus 1 plus 1 هيروحوا مع بعض هيتبقى الاثنين x. minus 3 plus 1 يبقى minus 2. يبقى minus 2 less than 2x less than or equal 6 divided by 2 يبقى minus 1 x. 6 divided by 2 3. يبقى x less than or equal 3 و x greater than minus 1. هنا minus 1 الاولانية نحطها هنا. التلاتة الكبيرة نحطها هنا الكبيرة. هنا ما في less than هتبقى open. هنا في equal هنحطها هنا تبقى closed. يبقى solution set عندي minus 1 و 3. another example. find in R real numbers solution set of the following inequality. 3 less than 3 minus 5x less than 13. هنا هنطير التلاتة اللي جنب الماينس 5 دي الأول. يبقى هنعمل adding للماينس 3 هنا والماينس 3 هنا والماينس 3 هنا للأول سايدز. هيبقى 13 ماينس 3 10 بلس 3 ماينس 3 هيروحوا مع بعض. دي هتروح مع دي بوزيتيف ودي نيجاتيف هتروح مع بعض. 3 ماينس 3 هتبقى 0. عندنا هنا ماينس 5x. احنا اتفقنا طالما الفاريبل كوفيشن اللي جنب x ماينس هنضرب بوث سايد في ماينس 1
والليس ذان تتقلب لجريتر ذان، يبقى ماينس 10 5x ليس ذان هتبقى جريتر 0 في ماينس 1 هي 0، يبقى 5x جريتر ذان ماينس 10 و 0 و 5x less than 0 divided by 5 هتبقى minus 10 over 5 minus 2، 5x over 5 هتبقى x، 0 over 5 هتبقى 0، هتبقى x greater than minus 2 و less than 0. الصغير قد ايه؟ minus 2 نحطها. الكبير كام؟ 0 نحطه. في هنا ايكوال؟ لا مفيش ايكوال، هيبقى نحط هنا اوبن وهنا اوبن، يبقى السوليوشن ست بتاعنا ماينس 2 و 0. لاست اكزامبل هناخده، فايند ان ار لير نمبر ذا سوليوشن ست اوف ذا فولوينج انيكواليتي 2x ماينس 2 greater than 3x minus 5. دايما بنحط في الحاجه زي في المنظر ده كده، دايما بنحط x الناحيه left hand side، هيبقى 3x هنحطها الناحيه الثانيه، هتبقى هن subtracting 3x minus 3x plus 3x هتروح مع minus 3x هتبقى minus 5 اهي. x minus 3x minus 2x minus 2x minus 2 greater than minus 5، هن adding the two both sides minus 5 plus 2 minus 3 minus 2 plus 2 هيروحوا مع بعض يبقى minus 2x greater than minus 3. طالما هنا في coefficient بتاع x في minus، اتفقنا هنضرب في minus 1، والجريتر ذان اور ايكوال هتتقلب تبقى ليس ذان اور ايكوال. ماينس 3 تايمز ماينس 1 ب 3، ماينس 2 اكس تايمز ماينس 1 ب 2 اكس، الجريتر ذان تتقلب اور ايكوال تتقلب ليس ذان اور ايكوال، يبقى 2 اكس ليس ذان او ليس ذان 3 ديفايدد باي 2، يبقى اكس ليس ذان 3 over 2 اللي هي 1.5 اللي هي 1.5، يبقى solution set يبقى x less than 3 over 2 يعني من 1.5 لغاية ناقص ما نهاية، ناقص ما نهاية الصغيرة طبعا تبقى open هنا، مادام هنا في equal هتبقى closed، يبقى نحط 3 على 2 وهتبقى closed عشان هنا equal، يبقى solution set عندنا من minus infinity لـ 3 over 2 اللي هي 1.5، وده اخر example عندنا.